لاحظ عب نكتبها هكذا، لماذا؟ لأن الباء حرف ساكن. السؤال الآن كيف أكتب عبئا؟ لاحظ معي الآن هذه عبء، نكتب كلمة أخرى مثل، يعني أصغرها قليلا، بالمناسبة صوت الحركة هذا الطير بجواري، فالطير هذا يصدر هذه الأصوات في قفصه، فربما الصوت مزعج بالنسبة لكم فأنا أعتذر. طيب انظر معي، إذن هذه عبء، وهذه هنا على سبيل المثال دفء، وهنا لنفترض كلمة أخرى كذلك جزء، ولنقل هنا عندنا بطء. طيب إذن انظر معي الآن، عندما أريد أن أضيف تنوين الألف كيف سأكتبها؟ لاحظ معي، عندما أضيف تنوين الألف على الكلمة التي تنتهي بهمزة، همزة على سطر، فإنني الأصل أنني أصل الحروف ببعضها ثم أكتب الهمزة على ياء إن أمكن، أما إذا لم يكن من الممكن ذلك فأنا لن أستطيع. لاحظ معي الآن، عبء ثم أنظر هل الحرف الذي قبل الهمزة يمكن أن يتصل بالهمزة، يعني بطبيعته يتصل بما بعده؟ نقول نعم، إنه يتصل بما بعده، الباء تتصل بما بعدها، إذن نكتبها بهذه الطريقة. طيب انظر الآن، دفء أكتب دال فاء، أترك مسافة ثم أضع التنوين، ثم انظر هل الفاء بطبيعته يتصل بما بعده؟ نعم يتصل، إذن أكتب الهمزة على ياء. ماذا عن جزء؟ ما رأيكم؟ هل من الممكن؟ لننظر الآن، جيم زاي ثم الهمزة، ألف التنوين، ثم أنظر هل من الممكن أن الزاي يتصل بما بعده؟ هل من الممكن أن تكون هكذا على سبيل المثال؟ لا طبعا لا يمكن، إذن الزاي لا يتصل بما بعده، معناها إذن أن الهمزة تبقى على سطر. تبقى على سطر. ماذا عن بطء؟ الاختبار نفسه، باء طاء ثم ألف التنوين مع الفتحتين، ثم أختبر هل الطاء بطبيعتها تتصل بما بعدها؟ نعم تتصل، إذن بطئا. نعم هذا سؤال أيضا إملائي بالنسبة لإجراءات أولا لابد أن تعرف كيف تكتب إجراء. طيب إجراءات لا يتغير شيء، آت، فإن الألف والتاء لا تغير شيئا في الكلمة. إذن كيف أفرق بين همزة الوصل والقطع؟ قلت قبل قليل بأن موضوعها طويل وإن كان سهلا يسيرا، لكن لعل يوم من الأيام نخصص فقط دروس حول همزة الوصل والقطع.
طيب إذن هنا صديقنا عمر يسأل عن يبدأون. طيب أنا أجبت قبل قليل، ربما قبل مجيئك وانضمامك معنا يا أستاذ عمر، وقد قلت أجبت أحد زملائك أحد المتابعين سؤال مشابه لهذا لكلمة أخرى حتى الآن نسيتها، لكن انظر معي لا يضر سنجيب على يبدأون. أولا لابد أن تكتبها من دون الزيادة، يعني تكتبها هكذا يبدأ. إذن هي همزة متطرفة كتبت على ألف لأن ما قبلها مفتوح. جميل، إذن هذه تسمى همزة متطرفة. ثم انتبه معي، الهمزة المتطرفة أحيانا في بعض الكلمات تتحول إلى همزة تسمى همزة شبه متطرفة. الهمزة شبه المتطرفة أي أن أصلها كان همزة متطرفة. عندما تكتب الهمزة شبه المتطرفة فإن لك خيارين، أمامك خيارين سليمين صحيحين، إما أن تبقيها على الأصل فتكتبها هكذا يبدأون، تضيف إذن الواو والنون من دون أي تغيير على الهمزة، هذا صحيح صواب. الخيار الثاني أن الهمزة شبه المتطرفة تعاملها معاملة الهمزة المتطرفة الهمزة المتوسطة، فتقول هي همزة مضمومة لأن بعدها مد واو وقبلها فتحة، وأنت تعلم بأن الضم أقوى فإذا نكتبها على واو، أيضا سليمة صحيحة. كيف الوصول إلى معرفة الفرق بين رحمة ورحمة بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ انظر يا سيدنا الكريم، كتابة رحمة بالتاء المفتوحة كتابة خاطئة، وأنا أعلم أن السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك والذي تود أن تطرحه هو أنك وجدتها مكتوبة في القرآن بتاء مفتوحة. نقول نعم، هذه كتابة بالخط العثماني، الكتابة بالخط العثماني هي كتابة مقتصرة على القرآن الكريم. عندنا كتابة عثمانية وعندنا اصطلاحية، أنا وأنت وهو وهي نكتب بالاصطلاحية، أما المصحف فقد كتب بالعثمانية وهو مقتصر عليها لا يقاس عليها.